there are few who are looking how to distract Cyprus, but still is here. Excellencies, at the outset, I'd like to once again convey my sincere congratulations to the President of the في عقد مؤتمر الكوب 27 في القاهرة. أود أن أنوه وأتوجه بخالص امتناني للسيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لاهتمامه الشخصي بهذا المؤتمر وتنفيذ التكتيكيات. The fact that Egypt إن حقيقة استضافة مصر يعبر عن مدى أهم اهتمامها بموضوع التغير المناخي وتداعياته ويعطي برهانا كبيرا للاهتمام واتجاه قضية التغير المناخي وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع. السعادة أصحاب الفخامة، أود أن أرحب جميعا بكم في حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن الاهتمام دولة قبرص كبير اتجاه قضية المناخ وآثارها في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المحيطة. نحن نلتزم بدعم العلاقات مع كافة الدول في مواجهة كافة تداعيات المناخ والحد من التغير المناخي وتداعياته السلبية، وبالتالي كافة الدول تعاني بالفعل من تداعيات التغير المناخي، وهناك المزيد من الجهد المطلوب للحد من مخاطر اندلاع الحرائق في الغابات، وكذلك مواجهة أسباب الجفاف والفيضانات. في عام 2017 كان هناك دعوة حثيثة لاتخاذ إجراءات على المستوى الدولي والمستوى الوطني لاتخاذ خطوات جادة تجاه مواجهة تداعيات التغير المناخي، وبالطبع العمل على الحد وإيجاد آليات لحد من مخاطر التغير المناخي. فهناك آلاف العلماء من كافة الدول من كافة المناطق استجابوا لهذه المطالب ووضعوا بعض الدراسات والأبحاث ذات الصلة، فبالتالي كانت تلك الأبحاث تتناول موضوعات مثل الصحة والغذاء والزراعة وكذلك الهجرة والطاقة والسياحة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. خلال هذا العمل العلمي كان هناك جهود كبيرة تحقق إنجازات كبيرة، كذلك كيف يمكن مواجهة هذه الكوارث. نحن كذلك ملتزمين بجمع كافة المعلومات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خلال هذه المبادئ على المستوى العالمي. نحن نطلب إجراء كل ما يلزم لوضع خطة عمل ملموسة لها نتائج واقعية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ولضمان تحقيق المنافع المرغوبة. ذلك من خلال الالتزام بتنفيذ خطة العمل بحذافيرها، ونتمنى وكما ذلك نتوقع أن دولنا في البداية سوف تنجح في خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك الحد من الاحتباس الحراري. ولسوء الحظ هناك تحديات كبيرة في هذا المجال، فتتطلب وضع إجراءات حتمية يلتزم بها كافة الدول وكافة الأطراف والدول الصناعية
يأتي بعد ذلك الحصول على التمويل اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي، لدعم قطاعات الصناعة للالتزام بمعايير المناخ ومعايير الحد من الانبعاثات الكربونية، وهذا يندرج تحت الاستخدام العام في السوق العالمي، وكذلك الاستغلال كافة الفرص للتعاون. سعادة الرئيس، تعلن دولة قبرص التزامها تجاه التعاون مع مختلف الدول للحد من التغيرات المناخية، وذلك يأتي من خلال خطوات جادة، وسوف تعتبر هذه الخطوات تاريخية. آخر تعليق لدي، في خضم تلك الإجراءات التعاونية نحن سوف نواجه كافة التحديات بالتعاون من كافة الأطراف لتحقيق النجاح في خفض الانبعاثات، وذلك يأتي من خلال تكوين فرق عمل مشتركة بين الدول. مرة أخرى أود أن أعبر عن مدى سعادتي لسعادة الرئيس السيسي لاستضافته لهذا الحدث الهام وجلب كافة الموارد والجهود لتوحيد كافة الأمور التنسيقية والتعاونية بين الدول والأطراف والجهات المعنية المختلفة حول العالم، طامحين إلى جيل أفضل ومستقبل أفضل. شكرا سعادة الرئيس، شكرا للجميع.